ذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجي من الشرير مسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لابد أمين. نبوات ليلة الأربعاء الساعة الأولى من ليلة الأربعاء من البسخة المقدسة بركاتها على جميعنا أمين. النبوة من حزقيال النبي بركاته علينا أمين. وكانت تلك كلمة الرب قائلا يا ابن الإنسان هوذا قد صار لبيت إسرائيل جميعهم زغلا نحاسا وقصديرا وحديدا ورصاصا مخلوطا مع الفضة لأجل ذلك كل هذا ما يقوله الرب بما إنكم جميعا قد صرتم خليطا واحدا فلأجل هذا ها أنا أجمعكم في أورشليم كما أجمع الفضة والنحاس والحديد والرصاص والقصدير في وسط الأتون النفخ النار عليها لسبكها وهكذا أخذكم برجزي وأجمعكم وأزبيكم وأنفخ عليكم بنار غضبي وأسبككم في وسطها كما تسبك الفضة في وسط الأتون كذلك تسبكون في وسطها فتعلمون إني أنا هو الرب سببت غضبي عليكم مجدا للثالوث الأقدس. تسبحة وصلاة الساعة الأولى من ليلة الأربعاء الكبير من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح نكسا باتريك إيك وأجب نوماتينينك وإينك سوسيو ناستونيون أمين أريتان ممشين جوزخين وشيبه موجي الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك وتكن مشيئتك خبزنا كفانا أعطينا اليوم اغفر لنا لكن نجينا من الشرير بالمسيح ريالي سون سوك تاتيكم ننبئو ننبسمو ننبئو ما يشوهين يا مين منو يلبن نوتي بنورو تاتيكم ننبئو ننبسمو ننبئو ما يشوهين يا مين بشو يسيسوس برستوس بسو تيرن أغسوس سوك تاتيكم ننبئو ننبسمو ننبئو ما يشوهين يا مين سون سوك تاتي قوم ننبيه ننبس بياما شاين يمين مانويل بنوتي بنورو سوك تاتي قوم ننبيه ننبس مو ننبياما شاين يمين باشو يسيسو بخريستوس باسو تيرن اغاثوسو تي قوم ننبيه ننبس مو ننبيه مين منو البنوتي بنورو سوك تتيقون نمبئون بسمون بهما شاين يا من بشو يسيسوس برسوس بسو تيرن أغسوس سوك تتيقون نمبئون بسمون بهما شاين يا مين ريالي سون سوك تتيقون نمبئون بسمون
بأماي شاين أمين مانويل بن نوتي بن أورو سوك تاتي قوم ننبيو نبسمو ننبي أماي شاين أمين باشو سيسوس بخريستوس باسو تيرن آغاسوس سوك تاتي قوم نبيو نبسمو نبي أما شاين أمين كيري ريسون سوك تاتي قوم نبيو نبسمو نبي أما شاين أمين إمانويل بن نوتي بن أورو سوك تاتي قوم نبيو نبسمو نبي أما شاين أمين باشوي سيسوس بخريستو باسو تيرن آغاسوس سوك تاتي قوم نمبي او او نمبزمو نمبي آماهي شاين امين يا لايسون سوك تاتي قوم نمبي او نمبزمو نمبي شاين امين منو البن نوتي بن غورو سوك تاتي قوم نمبي او نمبزمو نمبي ماي شاين امين باشو ايسيسو بخريستوس باسو تيرن آغاسو سوك تاتي قوم نمبيو نمبسمون اما شاين امين يا ريسون سوك تاتي قوم نمبيو نمبسمون امبي اما شاين امين امانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيو نمبسمون امبي اما شاين باشويس ايسوس بخريستوس باسو تيرن آغاسوس سوك تاتي قوم نمبيو نمبزمون امبي آماهي شاين امين يا لايسون سوك تاتي قوم نمبيو نمبزمون امبي آماهي شاين امين نويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبيو نمبزمون امبي آماهي شاين امين باشو سيسوس بخريستوس باسو تيرن آغاسوسو تاتي قوم ننبيو ننبسمو ننبي آما شاين امين كيري ريسون سوك تاتي قوم ننبيو ننبسمو ننبي آما شاين امين مانويل بن نوتي بن اورو سوك تاتي قوم نمبي او نمبزمو نمبي اماهي شاين امين باشويس ايسوس بخريستوس باسو تيرن آغاسوس سوك تاتي قوم نمبيو نمبزمو نمبي آماهي شاين آمين لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين عمانوئيل إلهنا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح مخلص الصالح لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين.
ينفعك يا أبانا الذي في السماء. قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء. دعت الدنيا مغفر لنا زي ما دخلنا في تجربة نجام الشرير المساعس ربنا أن لك الملك وقوة المجد إلا بالتأمين. صالموس تودا Oh.
هو جهيك اللي هي ان سوق بابا فويسي اي 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 يسوس اينا ارب صلي نيرو او 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 ايه
في قوي انقورو من قورو افقيري انقوهو ببفشيري اشتم فانجل يونس قوام نفسي كري زميل أبينا داود النبي بركاته على جميعنا صرت ناصري وملجئي ومشدتي أنت معيني لك أرتل يا إلهي لأنك أنت ناصري إلهي ورحمتي هلي اللهم اطرف علينا واسمعنا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الانجيل المقدس فصل من انجيلي معلمنا مريم التلبشير بركاته على جميعنا ثم جابهم يسوع بامثال قائلان يشبه ملكوت السماوات رجلا ملكا صنع عرسا لابنه فارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلان قولوا للمدعوين ها انا ذا قد اعددت وليمتي وعجول المعلوفه قد ذبحت وكل شيء معاد فتعالوا إلى العرس أما هم فتهاونوا فذهب واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم فلما سمع الملك غضب أرسل جنوده وأهلاك أولئك القتلى وأحرق مدينتهم بالنار حينئذ قال لعبيده أما العرس فمستعد وأما المدعوين فغير مستحقين فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس ولما خرج أولئك العبيد إلى الطرق فجمعوا كل من وجدوهم من أشرار وصالحين فامتلأ العرس من المتكئين فلما دخل الملك لينظر إلى المتجئين رأى هناك رجلا ليس عليه ثياب العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت إلى هنا وليس عليك ثياب العرس أما هو فسكت حينئذ قال الملك للخدام أوثقوا يديه ورجليه واطرحوه في الظلمة البرانية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان لأن المدعوين كثيرون والمختارين قليلون والمجد لله دائما نبوات الساعة الثمانية الأربعة مصحف القدس بركات الرحمن آمين من عموس النبي بركاته على جميعنا آمين ويل للذين يشتهون يوم الرب ما بغيتكم في يوم الرب فإن هذا اليوم ظلم لا نور كما إذا هرب إنسان من وجه الأسد فصادفته اللبوة أو دخل بيته وسند يده على الحائط فلدغته ثعبان أليس يوم الرب يوم ظلم لا نور وضباب لا ضياء له لقد أبغضت أعيادكم ورزلتها ولست أشتم رائحتها في أيام أعيادكم العظيمة إني إذا قربتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أقبلها ولست أنظر إلى فدية
شكركم. ابعد عني صوت تسبيحك ومزمار أرغنك لا أسمعه. وليجري القضاء كالماء والعدل كالوادي الذي لا يعبر. هل قربتم لي ذبائح وتقدمات في البرية 40 سنة يا بيت إسرائيل يقول الرب؟ عملتم خيمة ملوخ وكوكب آلهتكم رافان التمثال التي ستعطاموها لكم فأزبيكم إلى ما وراء دمشق قال الرب الإله ضابط الكل هو اسمه مجدا للثالوث الأقدس. اللهم اجعلنا نشكر يا أبانا الذي في السماء. اليوم اغفر لنا ذنوبنا في التجربة لكن الدين الشرير.
نمبي او او نمبي اسمو نمبي اماهي شايني امي بريالي صون سوكتتي قوم نمبي او او نمبي اسمو نمبي شايني امين امانو البن نوتي بن اورو سوكتتي قوم نمبي او او نمبي اسمو نمبي اماهي شايني بشويس إيسوس بخريستو بسو ديرنا غسو سوكتتي قم نمبي غورم بزمو نمبي آماهي شاين أمين كريا لايسون سوكتتي قم نمبي غورم بزمو نمبي شاين أمين مانويل بن نوتي بن أورو سوكتتي قم نمبي غورم بزمو نمبي آماهي شايني من بشاي سيسوس بكريستوس بسو تيرنا غصوص سوكتتي قم نمبي او نمبزمو نمبي آماي شايني امين يريا ريسون سوكتتي قم نمبي او وجعلنا مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا لذل الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد أمين صلى مستودا Yeah.
Across the stage of Angelion, Kirion, Keton, Sionimon, Iketev, Somen, Sophia, Serpo, Somen, Togio, Evangeli. One on his ever cut, Amaciona, Gayo, Sasi, Kire. Angelos in ten ye fioe, evele fiote mavat, e me friti garenio, in tenue, bairitis na shuvichin barusia, e me pshiri me fro. Me friti garen avshob,
فاني هو اتخاقو في بيقاطا اكلزموس افو موفسو افتشي اسهيمي افتشي هاي شابي هو اتانويش نافي خونيت اكفتو سموف انجليون اسو من مزامير أبينا داود النبي بركة علينا آمين. طوبى لمن اخترته وقبلته ليسكن في ديارك إلى الأبد. قدوس هو هيكلك وعجيب بالبر اللي إلويا. ليترف الله علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع انجيلك المقدس فصل من بشارة الانجيل لمعلمنا متى البشير بركته علينا امين. واما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمهما احد ولا ملائكة السماوات الا الاب وحده. وكما كان في ايام نوح كذلك يكون في ظهور ابن الانسان، لانه كما كانوا قبل ايام الطوفان ياكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الى الفول، ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع. كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، حينئذ يكون اثنان في الحقل ويؤخذ الواحد ويترك الآخر، واثنتان تطحنان على الرحى فتؤخذ الواحدة وتترك الأخرى. اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم. ويعلم هذا إنه لو علم رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب. فلذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن ابن الإنسان يأتي في ساعة لا تعرفونها. فمن ترى هو العبد الأمين ترى هو العبد الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعام في حينه. طوبى لذلك العبد الذي جاء سيده فيجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إن قيموا على جميع ماله، ولكن إن قال ذلك العبد الشرير في قلبه إن سيدي يبطئ قدومه فيبتدئ يضرب العبد رفقه ويأكل ويشرب مع الساكرين. فيأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفه، فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. مد لله دائما. بسم الله والابن والاخوص عهد امين. نبوات الساعة السادسة من ليلة الأربعاء الكبير من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح. أيضا من أرميا النبي برقات على جميعنا أمين. هذا ما يقول رب القوات إله إسرائيل، هنائذ أفسد كبرياء يهوذا وكبرياء أورشليم العظيمة من هذا الموضع أمام عيونكم، وفي أيامكم لا يكون صوت سرور ولا صوت فرح ولا صوت عريس ولا صوت عروس. ويكون إذا عرفت الشعوب بجميع هذه الكلمات وقالوا لك لماذا تكلم الرب علينا بكل هذه الشرور وما اسمنا أو ظلمنا أو خطيئتنا التي صنعناها أمام الرب إلهنا، فتقول لهم لأن أبائكم تركوني عنهم قال الرب، واتبعوا آلهة غريبة وعبدوها وسجدوا لها، وأنا فتركوني عنهم ولم يحفظوا ناموسي، وقد عملتم أنتم أيضا الشر قد أكثر من أبائكم.
فهوذا أنتم أيضا تسلكون واحدا فواحدا وراء شهوات قلوبكم الشريرة غير مطيعين لي، فسأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لا تعرفونها أنتم ولا أبائكم، في ذلك الموضع تتعبدون لآلهة أخرى، هؤلاء الذين لا يرحمونكم، مجدا للثالوث القدوس. شو سنان تسبحة والصلاة الساعة الستة من ليلة الأربعاء الكبير من البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح دوكسا باتريك ايوك اجب نفماتي كانين كاين كيسوسي او نستونيون امين اريتان مبشين جوز خنو شبي موجيا بان الذي في السماوات تقدس اسمك ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وزنك فانا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا الذنوبين الينا ولا تدخلنا في الذكر بلاك من الدين الشرير من المسيح يسوع ربنا ان لك الملك يا لا يسون سوك تتبون ننبئون باسمون انبئا ما يشاين يا مين امانويل بن لوط بن هورو سوك تتبون ننبئون باسمون انبئا ما شاين يا من بشوي سيسوس برستوس بسو تيرنا وسوس سوك تتيقو ننبغون بسمون انبياء ما الشاين يا مين يا لايسون سوك تتيقو ننبغون بسمون انبياء ما شاين بسمون انبياء ما الشاين يا مين امانويل بن لوط بن هورو ننبئون باسمون انبياء ما يشاين من بشوي سيسوس برستوس بسو تيرنا غسوس سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما يشاين امين يا لايسون سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما يشاين امين امانويل بن لوط بن هورو سوك تتيقو ننبئون بسمون انبياء ما يشاين امين بشوي سيسوس بسطوس بسو تيرن اغاسوس سوك تتيقو ننبيون بسمون انبياء ما يشاين امين كريا ليسون سوك تتيقو ننبيون بسمون انبياء ما يشاين امانويل بن لوط بن هورو سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين امن بشوي سيسوس برستوس بسو تيرنا غسوس سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين امين يا ليسون سوك تتيقو ننبئون باسمون ما شاين امين امانويل بن لوط بن هورو سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين امين بشوي سيسو بخريستوس بسو تيرنا غسوس سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين امين كيريا ليسون سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء شاين امين امانويل بن لوط بن هورو سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين بشوي سيسوس بخريست بسو تيرنا غسوس سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين امين يا ليسون سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما يشاين امين امانويل بن لوط بن سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما يشاين امين بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرنا غسوس سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين امين كيريا ليسون سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين امين مانويل بن لوط بن هورو سوك تتيقو ننبئون باسمون انبياء ما شاين امين بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرنا غسوس سوك تتيقو
نبيون بذمون نبي ماهي شاين امين يا ليسون سوك تاتي قوم نبيو نبسمون نبي ماهي شاين امين مانويل بن نوت بن اورو سوك تاتي قوم نبيون بسمون نبي ماهي شاين امين بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرن اغاسو سوك تاتي قوم نمبيون بسمو نمبي اما شاين امين يري اي صون سوك تاتي قوم نمبيون بسمو نمبي اما شاين الذي في السماوات Yeah.
Oh.
galaxion sinimas sacros ostion fangion kirion ketonsion emon ketipsumen sufior sia kusumen to agio evangele سواب كاتم الثيون انجيو لقصاسي كري توتيس اون انجتي متقورو انتني في اوي إميت مبارسينوس نايتا فيتشينو لامباس أف إي إيفول أف إي إيفول إهرين بما إتشيلت أوش تم بفانجليونيس أوه لقصاسي كري بينا داود النبي والملك بركات على جميعنا يا رب استمع صلاتي وليصعد أمامك صراخي في اليوم الذي أدعوك فيه استجب لي سريعا هلي تراءف الله علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان 5 منهن جاهلات 5 حكيمات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن والمجد لله دائما
نبوات الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاته علينا أمين. أعطهم من هوش عن النبي بركاته علينا أمين. أعطهم يا رب وماذا تعطيهم؟ أعطهم أباء بلا بنين وأسداء يابسة لأن جميع شرورهم في الجلجال وهناك أبغضتهم من أجل سوء أعمالهم. سأطردهم من بيتي ولا أعود أحبهم لأن جميع رؤسائهم متمردون. حزن إفرايم لأن أصله قد جف ولا يعود أن يأتي بثمرة. وإن ولدوا فإني أقتل شهوات بطونهم. يرفضهم الله لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين الأمم. إن إسرائيل كرمة مخصبة وثمرتها شهية فعلى حسب كثرة ثمره صنع مذابح كثيرة وعلى حسب خصب أرضه بنى الأنصاب. قد قصوا قلوبهم والآن سيهلكون. هو يحطم مذابحهم ويخرب أنصابهم مجدا للثالوث الأقدس. شو سنينان شو سنينان تسبحت وصلت الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركاته علينا أمين. زوك سبتري كأيوك يا أجيوب نبواتي كينين كأيين كي استوسي أون استوني أون أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير من المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. كريال يسون سكتتي قوم نبئون باسمون نبئ ما إشاين أمين. إمانوئيل بنوتي بنورو سكتتي قوم نبئون باسمون نبئ ما إشاين أمين. بشوي سيسوس بيرستوس بسو تيرنا غصوص سكتتي قوم نبئون باسمون نبئ ما إشاين أمين. كريا ليسون سكتتي قوم نبئون باسمون نبئ ما إشاين أمين. إمانوئيل بنوتي بنورو سكتتي قوم نبئون باسمون نبئ ما إشاين أمين. بشيسوس بخريستوس بسو تيرنا غصوص سكتتي قوم تتي قوم نمبي او نمبس مو نمبي شاين امي. كريا ليسون سوك تتي قوم نمبي او نمبس مو نمبي اماي شاين امي. نمانو البنوتي بنورو نمبي او نمبس مو نمبي اماي شاين امي. بشوي سيسوس بهرستوس بسو تيرنا غصو السوق تتي قو نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شاين امين. كريا ليسون سوق تتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شاين امين. امانوئيل بنوتي بنورو سوق تتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شاين امين. بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرن اغاسوس سوك تتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شاين امين. كريا ليسون سوك تتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شاين امين. امانوئيل بنوتي بنورو نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شاين امين. بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرنا غصوص نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شاين امين. كريا ليسون سوك تتي قوم نمبي او نمبي اسمو نمبي اماي شاين امين. امانوئيل
لوتي بن أورون سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني من باشو إسيسوس في خريستوس باسو تيرن أغاسوس سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني مين كريا ليسون سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني مين إمانويل بن نوتي بن أورو نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني أمين بشو إسيسوس بيرستوس باسو تيرن أغاسو سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني أمين كريا ليسون سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني مين إمانويل بن نوتي بن أورون سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني أمين بشو إسيسوس بخريستوس باسو تيرن أغاسو سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني أمين كريا ليسون سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي يا ماهي شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أورو نمبي أو نمبسمو نمبي يا ماهي شايني أمين بشو إسيسوس بخريستوس باسو تيرن أغاسوس سوك تتيغو نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني أمين كريا ليسون سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني أمين إمانويل بن نوتي بن أورون سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني أمين بشو إسيسوس في خريستوس باسو تيرن أغاسوس سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي أماي شايني أمين كريا ليسون سوك تاتي قوم نمبي أو شايني أمين إمانو البن نوتي بن أورو سوك تاتي قوم نمبي أو نمبسمو نمبي شايني أمين باشو سيسوس بخريستوس باسو تيرن أغاسو سوك تاتي قوم آمين لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين إمانوئيل إلهنا وملكنا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين يا ربي يسوع المسيح
اجعلنا مستحقين لكل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. صلّم استودا
انتو Sinimestis acro asi ostu agiof angenio kirion keton seonimon
يكتف صمين صفي ورسيق وصمين طاق يوف أنجيل وانا نسيس والخم بفنجل يونسو كاتمت سيون أجيو نقصاسي كيري فتيس اني شوفي جيت تنكوت اني ما فنتي بروفيتيس او انت تنسلسل اني فيفي انت نيس ميوش تم بفانجليون يسوع سوكساسي كيري من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته على جميعنا نجي من السيف نفسي ومن يد الكلب بنوتي الوحيدة خلصني من فم الأسد وتواضعي من قرن ذو القرن الواحد الليلويا ليترأف الله علينا ويسمعنا ويجعلنا مستحقين لسماع إنجيلك المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطار بركاته على جميعنا الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما كنا شاركناهم في دم الأنبياء فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم بنو قتلة الأنبياء فكملوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهاة من أجل ذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتباء فمنهم من تقتلون وتصلبون ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطردونهم من مدينة إلى مدينة لكي يأتي عليكم كل دم الصديقين الذي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براشيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح الحق أقول لكم أن هذا كله سيأتي على هذا الجيل والمجد لله دائما. نبوات الساعة الحادية عشر من ليلة الأربعاء الكبير من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركته على جميعنا أمين. من سليمان الباهي بركاته علينا أمين. إن الحكمة أسرع حركة من كل متحرك فهي تبلغ وترتفع على الكل من أجل طهارتها فنشعان قوة الله وفياضا بها المجد المقدس الذي لطابة الكل فلذلك لا يقرب منها شيء دنس لا ينهض النور الأزلي ومرآة أعمال نقية وصورة صالحة تقدر على كل شيء وهي واحدة
وتجدد كل شيء وهي ثابتة في ذاتها، وفي كل جيل تحل في النفوس الطاهرة، وتجعلهم شركاء لله وتصيرهم أنبياء. لأن الله يحب أحد إلا من يساكن الحكمة، لأنها أبهى من الشمس وأسمى من كل مركز النجوم، وإذا قصيت بالنور تقدمت عليها، للنور يعقبها الليل، أما الحكمة فلا يقوى عليها الظلام، مجدا للثالوث الأقدس. بشي سنينان بشي سنينان خنفران ام فيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين كلا ليسون كلا ليسون كلا فلوغسون سابترين كي ايو كي اقيو بنف ماتي كالنكاين كي السوسي نصرون امين. تسبيحة الصلوات الساعة 11 من ليلة الأربعاء الكبير من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح بركتها على جميعنا امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات وقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي في الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ذنوبنا إليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. كريالي صون صوك تيتي قوم نمبي أولم بسمو نمبي أماي شايني أمين المانو البنوتي بنورو صوك تيتي قوم نمبي أولم بسمو نمبي أماي شايني أمين بشوي سيسوس بيرستوس بسو تيرنا غاسوس صوك تيتي قوم صوت تتيكم نمبي اونم بزمون انبيا مايشا
نيامن باشو ايسيسوس بخريستوس لا تدير ناغسوس سوكتيتيكم نمبيون بسمو نمبيا ماهي شاين امين سون سون تتي قوم نمبيون بسمو نمبيا ماهي شاين امين مانويل بنوتي بن اورو سوك تتي قوم نمبيون بسمو نمبيا ماهي شاين امين بشوت سيسوس بخريستوس بسو تيرن آغاسو سوك تتي قوم نمبيون بسمو نمبي آمان شاين امين بريانا سوك تتي قوم نمبيون بسمو نمبي آمان شاين امين من البنو تبن تتي قوم نمبيون بسمو نمبي آمان شاين امين بشو عيسيسوس بخريستوس بسو تيرن آغاسوس سوك تتي قوم نمبيون بسمو نمبي آمان شاين امين سون سون تتي قوم نمبيون بسمو نمبي آمان شاين امين مانويل بنوتي بن اورو سوك تتي قوم نمبيون بسمو نمبي ماي شاين امين بشوي سيسوس بخريستوس بسو تيرن آغاسوس سوك تتي قوم نمبيون بسمو نمبي آمان شاين امين بريالي سون سون تتي قوم نمبيون بسمو نمبي آمان شاين امين اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك كذلك على الارض خبزنا يومنا
أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر للمسيح عصى ربنا فإنا لك المتقون. المستودع عبيد اي
انتني Evangelion Kyrion Keton Sione Mone Ketipsume En Sofia Orsia Kusumen To Agio Evangelie انتي خورا خجين بي بسخا هين عين توتوفو نفقوتي اون بي انصا ايسو سنجيني يوزايف قو اموس ان او ايريو اف او هيري طو خين بير في جي بتتن ميذيروف جيف ماي آن إبشاي
ني افتي ان طولي ذين جيني ارشي ربسين مني فرسيوس هي نار شان اواي امي جي افصول تفطم ايروف هي ناين سيطهوف اشتم بيفانجيليو نسواف وفاسي كاري زمير بنا داود النبي بركته على جميعنا ارحمني يا الله ارحمني فانه عليك توكلت نفسي وبذل جناحيك اتكل الى ان يعبر الاسم اللي اللهم ترف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين لسمع الانجيل المقدس فصل من انجيل معلمنا مار يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا وكان اقترب فصح اليهود فصعد كثير من القرى إلى أورشليم قبل الفصح ليتطهروا وكان اليهود يطلبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهم قائمون في الهيكل ماذا تظنون ألعله لا يأتي إلى العيد وكان رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصدروا أمرا إنه إن عرف أحد أين هو فليدل عليه ليمسكوا والمجد لله دائما خين بران انت اترياس العرس هو العالم الذي ظهر فيه الذي ولدته بالجسد والدة الإله وصار مع الناس كواحد منهم والعبيد الذين أرسلهم هم الأنبياء الذين سبقوه ودعوا الأمم قبل مجيئه قائلين أن الآتي سوف يأتي ولا يبطئ فتكاسلوا ولم يقبلوا أقوالهم ثم مضوا متهاونين واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا عبيده وقتلوهم فغضب الملك وأرسل عسكره وضرب أولئك القتلة وأحرق مدينتهم من هم الناس الذين دعوا إلى الوليمة الحقيقية التي لله الكلمة إلا اليهود المخالفين الذين محيت أسمائهم من سفر الحياة
فعاد أيضا وأرسل آخرين أوصاهم هكذا قائلا: اخرجوا إلى مسالك الطرق وأدعوا كل الذين تجدونهم. فلما خرجوا دعوا كثيرين صالحين وطالحين، فامتلأ البيت من المتكئين. فدخل الملك لينظر المدعوين، فرأى رجلا ليس عليه ثياب العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت هنا وليس عليك ثياب العرس؟ فللوقت صمت وصار في فضيحة، ثم ألقاه الخدام إلى الظلمة الخارجية. من هو هذا الإنسان إلا يهوذا الذي تعرى من الحلة السمائية ولبس اللعنة مثل الثوب، ودخلت إلى أمعائه الماء لأنه جحد نعمة سيده وتجرأ أن يسلم معلمه، فلذلك صار غريبا في مجده ورئاسة كهنوته أخذها آخر. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألامه يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. طرح الساعة الثالثة من ليلة الأربعاء الكبير من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح، بركتها على جميعنا أمين. تأملوا يا عابدي الإله إلى تحنن المسيح إلهنا، كيف يدعو أصفياءه الصانعين إرادته عبيدا حكماء وأمناء، أي الذين يحفظون وصاياه، المتوقعين أجرا صالحا، الساهرين المتيقظين لكي ينالوا المواعيد، كما قال في الإنجيل: إن ذلك العبد مغبوط، أي الذي يأتي سيده بختة فيجده يفعل هكذا. أقول إنه يقيمه وكيلا على جميع أمواله. فأما ذلك الذي يجده متغافلا ويهمل يوما بعد يوم، فيجيء سيده في ساعة لا يعرفها فيشقه من وسطه ويجعل نصيبه مع المرائين في الظلمة وموضع العذاب. فلنتيقظ من غفلتنا وننتظر يوم الرب لنفرح معه في دياره ونفوز بمراحمه ورأفته. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألامه يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. طرح الساعة السادسة من ليلة الأربعاء المسخ المقدسة التي مخلصنا الصالح، بركاته علينا أمين. يا لهذه الفضائل وهذه الأمثلة التي قالها ملك المجد الذي هو يسوع ملك النعمة والخيرات المكمل للسلام، الذي أنعم لجنس البشر بشركة ملكوته. اسمعوا وتأملوا وافهموا واعملوا أمثاله طوبوية من أجل العذارى الحكيمات اللواتي نطق من أجلهن في الإنجيل، وشبههن بملكوته المملوء فرحا وسرورا. 10 عذارى قال الرب، 5 جاهلات و5 حكيمات. قال هؤلاء العشرة هن كانوا عذراء، ولكنهن افترقن لأجل أعمالهن. فطوبى للحكيمات الفهيمات لأنهن صنعن الحكمة باجتهاد، وملأنا مصابيحهن من الزيت وأوعيتهن مما فضل عنهن. فأما العذارى الجاهلات فتكاسلنا ولم يفهمن قيمة مصابيحهن. فلما قمنا جميعهن في ساعة واحدة يمشين قدام العريس، فتعطلت مصابيحهن وقت الفرح ولم يحضرن مع العريس. والمستعدات دخلنا معه إلى العرس، والمتكاسلات وقفنا خارجا. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بألامه يخلصنا، فلنمجده ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. طرح الساعة 9 من ليلة الأربعاء من البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح، بركات علينا أمين. يا لهذه الأوصاف المحزنة التي قالها المسيح على الفريسيين إذ يعطيهم الويل بغير محاباة، لأنهم تشبهوا بآبائهم وكملوا مكايد. أولئك الذين قتلوا الأنبياء القديسين، وهؤلاء الآخرون بنوا مقابرهم. هؤلاء هم الحياة المولودون من الأفاعي الذين لم يهربوا من جهنم، فسينتقم منهم عن دم جميع الأبرار الذي سفك على وجه الأرض، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتلوه بين الهيكل والمذبح. كل هذه الضوائق
وهذه الشدائد تسبق وتأتي على هذا الجيل، لأنهم جميعهم تشاوروا مشورة واحدة على ابن الله ليقتلوه، لذلك فرقهم الله في الأرض وأعداءهم تسلطوا عليهم، وميراثهم صار لقوم آخرين وصارت منازلهم خرابا. مسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بالام يخلصنا، فلنمجد ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. طرح الساعة 11 من ليلة الأربعاء الكبير من البسخة المقدسة. بركات على جميع آمين. جرت عادة لسائر اليهود أنه إذا اقترب عيد الفصح تصعد جموع كثيرة من الذكور إلى أورشليم ليتطهروا، فلما صعدوا كالعادة لم ينظروا يسوع يصعد، فقالوا لبعضهم البعض وهم في الهيكل: ألعله حقا لا يأتي إلى العيد؟ وكان المنافقون يفتكرون أفكارا مملوءة من الخبث والرياء، لأن رؤساء الكهنة والفريسيون والشيوخ كانوا قد أوصوا أنه إن علم أحد أين هو فليدلهم عليه لا يمسكوه. يا لهذا الجهل وهذه البلادة وعدم المعرفة التي لهؤلاء الأنجاس، فإنهم وضعوا فخا لصاحب القوة الشديدة الكل القدرة، لأنهم مخالفون فسيربطهم هو بسلاسل ويسوقهم إلى الجحيم وموضع العذاب. المسيح مخلصنا جاء وتألم عنا لكي بآلام يخلصنا، فلنمجد ونرفع اسمه لأنه صنع معنا رحمة كعظيم رحمته. في خريستوس بي في عفشي نسأل ونتضيك يا الآب السيد الرب ضابط الكل والابن الوحيد القدوس خالق الكل ومدبر من الروح القدس المعيد سلوس الأقدس الذي تسجد له كل ركبة في السماء وما في الأرض، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا من أجل السلامة العالية وتألم سهر البيع التي في العالم والأديرة والمجامع المقدسة والسكان فيها والقيام بأحوالها. يا الله تحنن على خليقتك ونجيها من كل سوء، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من بقدرته دبر حياة الإنسان قبل خلقته وصنع له الموجودات بحكمته وزين السماء بالنجوم والأرض بالنباتات والأشجار والكرم والأودية، أنت الآن يا ملك نقبل طلبة عبيدك الواقفين بين يديك القين، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله العظيم القدوس الذي خلق الإنسان على صورته ومثالك على فيه نفسا حية عاقلة ناطقة، ارحم يا رب قبلتك التي خلقتها تحنن عليها، ارسل علينا رحمتك من علو قدسك ومسكنك المستعد، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون
يا من خلصت عبدك نوح البار ونجيته من الطوفان هو وبنيه والنساء وأيضا الحيوانات الطاهرة وغير الطاهرة لأجل تجديد الأرض مرة أخرى، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الباري رازق القل، نجي شعبك من طوفان بحر العالم الزال، ارفع عنه كل مكروه وكل حيوانات أيضا وسائر الطيور، أعطها قوتها لأنك تعطي للبهائم رزقا ولفراخ الغربان قوتا، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من ضيف عند عبده إبراهيم رئيس الآباء، اتكى على مائدته وبارك في زرعه، أنت الآن أيضا يا ملكنا اقبل طلبة عبيدك وكهنتك الواقفين بين يديك، ترى أفعل على العالم، خلص شعبك من كل شدة، حل فيهم سر بينهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. نطلب إليك يا رب لكي تحرسنا من جميع الشرور، ترى أفعل خليقتك جميع شعبك لأن أعين الكل تترجاك، أعطهم طعام في حينه، المغذي كل ذي جسد، يا عون من لا عون له، يا رجاء من لا رجاء له، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الناظر إلى المتواضعين بعين عنايتك التي لا تخفل، وخلصت يوسف من إمرأة سيده وجعلته ملكا على مصر وأحوالها، وأجزت عليه أيام الشدة، فأتى إليه إخوته وأبوه يعقوب وسجدوا بين يديه وأخذوا منه حنطة لقود بنيهم ومواشيهم، نحن الجميع أيضا نخضع لك برؤوسنا ونسجد ما بين يديك ونشكرك يا خالقنا ورازقنا على هذا الحال وفي كل حال ومن أجل سائر الأحوال، نجنا يا الله من كل شدة، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها الإله، كلمة الآب الفاعل في الناموس والأنبياء والعهد القديم ومكملهم، خلص شعبك من كل ضيقة ودبر حياتهم كحسب إرادتك الصالحة وارفع عنا كل القحط والبلية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من عاد الشعب الإسرائيلي 40 سنة في طور سيناء ولم يكن لهم بيوت ولا مخازن، أنت يا سيدي احفظ شعبك وعلهم وبارك في منازلهم ومخازنهم بالبركات السمائية، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت طلبة إيليا تثبيتي عندما أمطرت السماوات وأنبتت الأرض وباركت في كيلة الدقيق وقسط الزيت في الأرملة، اقبل طلبة شعبك بصلوات قديسيك وأنبياك الأطهار، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا الله ترافع على العالم بين الرحمة والرافة، وبارك في كل غلتهم ومخازنهم وفي القليل الذي عندهم، واسعد مياه الأنهار كمقدرها وهب اعتدالا للأهوية، ونيل مصر باركه في هذا العام وكل عام وفرح وجه الأرض، علنا نحن البشر، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا من قبلت توبة أهل نينوى عندما صام الجميع وقبلت إليك أطراف اللص اليمين على الصليب، هكذا نحن جعلنا مستحقين لرضاك وتحننك، لندعو قائلين اذكرنا يا ربي إذا جئت في ملكوتك، واقبل توبة عبيدك وصومهم وصلواتهم وقرابينهم المرفوعة على مذابحك المقدسة بخورا طيبا وارحمهم، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المدبر القوي المؤدب الشافي طبيب الأرواح والأجساد الذي امتحن عبده أيوب وشفاه من بلاياه ورد عليه ما فقد منه أزيد مما كان، ارحم شعبك وخلصهم من جميع البلايا والمحن والتجارب والشدائد يا ناصر الجميع المتوكلين عليك، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح لنا كلمة الآب الذي عاد تلاميذ الأطهار وغسل أقدامهم وجعلهم رؤساء للمؤمنين ومران للدين، وأشبع بهم النفوس الجائعة وعلمهم الصلاة قائلين أبانا الذي في السماوات لا تدخلنا التجارب لكن نجينا من الشرير، نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا صانع العجائب والمعجزات ومن أشبع الألوف من الخمس خبزات وأقام الأموات، بارك وبارك في العرس بقانا الجليل، الآن أيها السيد بارك لعبيدك في خبزهم وزيتهم وزرعهم
ونحلهم وفي متاجرهم وصنائعهم ومباشراتهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب خلص شعبك وحوط بهم من كل ناحية بإشارة صليبك المحيي، وارفع شأن المسيحيين في المسكونة كلها، وحنن عليهم قلوب المتولين عليهم، وعطف قلوبهم على إخوتنا المساكين والمعوذين بالإحسان، وابعد عنهم كل مكروه. يا رب اسمعنا وارحمنا. يا رب يا من ترك لنا عهده القدوس من جسده ودمه، حاضرا عندنا كل يوم على المذبح خبزا وخمرا بحلول روح قدسه، وأوصانا قائلا اصنعوه لذكر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، ارحم شعبك وخليفة رسلك، واعطي بركة لثمرات الأرض وابهي قلب الإنسان بكثرة ثمرات القمح والخمر والزيت. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المولود من الآب الذي تجسد ابن البكر البتول العظام، ارتبهم في آخر الأيام الذي قال لتلاميذ القديسين امضوا وتلمذوا كل الأمم وعمدهم وعلمهم جميع ما أوصيتكم به، وأنا معكم كل الأيام ونقضى العالم. كن أيضا مع شعبك الصارخين إليك قليل. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا غافر الخطايا ومانح العطايا، اغفر خطايا شعبك وطهرهم من كل دنس، واغسلهم من كل غش، ابعد عنهم اليمين الحانسة وكل حسد وكل نميمة، وانزع من قلوبهم الفكر الرديء والوسواس وكل الشكوك والكبرياء وكل قسى وتكبر. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. أنت هي سر خلاصنا يا والدة الإله الحسن المعني غير الواقع، إليك نسألك مشورة المعانيد لنبطلي وحضن عبيد فرح ردي، ولمدينة ناسوني وعن الملوك الأرثوذكسيين حاربي، وعن سلامة العالم والبيع اشفعي. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله الرحمة والرأفة ورب كل عزلة، تسقط علينا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا بكثرة خطايانا، ولا تغضب علينا ولا دم غضبك إلى الأبد. أنصت يا إله يعقوب، وانظر يا إله عوننا، وارفعنا العالم الموت والغلا والوباء والجلا والسيف الأعداء والزلازل والأهوال وكل أمر مخيف. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. من أجل حفظنا تحت اليد العالية المقدسة التي لك، يا الله نطلب إليك أن تبقى لنا وعلينا حياة أبينا المكرم رئيس الأسقفة البابا البطرق بطرس الثاني، وأن تحفظ لنا حياة وتثبت على كرسي سنين عديدة، وأذمنا سالمة هدي مدينة سلك. يا رب اسمعنا وارحمنا. أيها المسيح إلهنا، نطلب من جودك ومراحمك العالية أن تبقى لنا وعلينا حياة أبانا المطارن والأثاقب وكل رؤساء والرؤى، أحفظهم وغنم رعيتهم، ثبتهم، أعط حفظا للكهنة طهرا للشمامسة، قوة للمشايخ فما للأطفال، عفة للأبكار. نسأل أن تسقى للرهبان والرهبات، نغاوة للمتزوجين، صونا للنساء. سألك يا رب اسمعنا وارحمنا. وأيضا الضالين والمسافرين ردهم، والأرامل والأيتام علوم وجيا والعطش اشبعهم، والذين عليهم دين أوف عنهم، وسامحهم والمحبوسين والذين في الشدائد افرج عنهم، والمرضى اشفيهم والأموات نيحهم. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. يا إله أبينا القديسين، لا تتخلى عنا ولا تخيب الذين خلقتهم بيدك الطاهرة، وظهرت حبك للبشرية والرحوم، اقبل من والدتك شفاء من أجلنا وخلصنا. يا مخلص شعب متواضع، لا تقبل عنا للغاية ولا تسلمنا الانقضاء من أجل اسمك القدوس، لا تنقض عدك ولا تبعد عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إصر قديسك،
نسألك يا رب اسمعنا ورحمنا في ريالنا نوتين عينان سيشونا يا رونا أرئونا من إيمان حكمة أورون كريانا يسون 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 أنت تهيرن مينان أنت كهيرن سندنان أنت كهيرن كالنوم مينان فون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون غوري فول نيجاجين بيتي إكليسيا أري صبتيرو سنس كم شايني كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون إمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبي والروح القدس كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون يباركنا كلنا ويطهر قلوبنا ويشفي أمراض نفوسنا وأجسادنا كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون كيريا لايصون تنقشتم مكو بخريستوس نمبك يوتن أغاسوس نمبنا ومسواب جعف عشك وتهمنا من الهلو يازك سبت ريكا يوكي عيون إغماتي كاني كاي كيستوس إيون أستون إيون آمين تنقشن بولم قيم مجي أوبن شوي سيسوس بخريستوس بيتا باشفي بستبروسك إخوم خيم بساطان أصابي سيتي نين تشالب سوت يمون وغون أينان كريا لينسون كريا لينسون كريا فلوغي سون أمين اسمو إيراي اسمو إيراي استيمي تاني أكون إيمون قم باسمو يسوع المسيح إلهنا الحقيقي الذي قبل الألام بإرادته وصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا البصخة المقدسة ويرينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سالمة بالسؤالات والطلبات التي تصنع عنا كل حين والدة الله القديسة الطاهرة مريم والثلاث وعظماء المنيرون الأطهار ميخائيل وغبريال ورفائيل والأربعة حيوانات غير المتجسدين ومصاف الملائكة ورؤساء الملائكة وكل الطهمات السمائية ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والشهداء ولباس الصليب والمعترفون والأبرار والصديقون وكل الذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة هذه البصخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح وبركة والدة الله القديسة الطاهرة مريم أولا وآخرا بركتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم وهبتهم ومحبتهم ومعاناتهم تكون معنا للأبد أمين بخريستوس بنوتي آمين سنشوم بي أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام أعطينا سلامك قر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لنا لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة للأبد أمين واجعلنا مستحقين أن نصلي بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك لتأكل مشيت أنا في السماء كذلك الأرض وزن الذي أعطينا اليوم نغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا من زمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة
لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. مع روحك أيضاً.